السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو اليوم سيختلف تماما عن الفيديوهات السابقة، وذلك بناء على طلب مجموعة من الأصدقاء الأساتذة والأستاذات. سنتعرف من خلال هذا الفيديو على كيفية إنتاج فيديو تربوي تعليمي باستعمال برنامج الباوربوينت فقط، إذن لن نستعمل لا بروغرامات لا والو، اذا غنستعملوا فقط الباوربوينت. وغادي ندوزو واحد الفيديو تعليمي، واحد المورد رقمي عباره عن فيديو باستعمال فقط الباوربوينت. اذا على بركه الله سنبدا الشرح. اذا غادي نمشي للفيشي اللي باغي انا نقدمه، دونك انا اخترت هذا. اولا غادي نمشي لدياغراما، دياغراما غادي نبرك عليها، غادي نجي لانغوجيستري لو دياغراما غادي نبرك عليها. غادي يعطيني ثلاثه: commencer l'enregistrement au début, démarrer l'enregistrement à partir de la diapositive actuelle, effacer. Donc, on va choisir l'oul. Commencer l'enregistrement au début. Donc, on va démarrer l'enregistrement. Donc, on va démarrer l'enregistrement. On va démarrer la vidéo. Tout le slide, on va donner le commentaire. Démarrer l'enregistrement. Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de la grammaire s'intitule sur la cause. Pour présenter cette leçon, je vais vous proposer quelques phrases. Donc, phrase A et phrase B. Je vais vous lire, suivez avec moi. Younes a une infection car il ne se lave pas les mains. Léa va à l'hôpital parce qu'elle est malade. Donc, on a dit que tu as fait ce cadre. Donc, on a dit commentaire à la slide le ou commentaire à la slide tani. Donc, on a dit que ندير فيرمي فيرمي، غادي نخرج. دونك غادي نلاحظ هنا السلايد الاول، شوف هنا فيه الصوت، غادي نطلق الصوت. بونجور شير اليف اوجوردي جو في فو بريزونتي، كما كتلاحظوا كاين واحد الكومونتير على السلايد الاول. شوفوا السلايد الثاني نفس الشيء. Donc phrase A et phrase B. Je vais vous lire. Suivez avec neuf chaînes. Et dans l'un qui nous dit le message, soit brise. نرسل هاد الباوربوينت على هاد الشكل هذا. باوربوينت فيه les audios، يعني فيه les commentaires في كل سلايد. ولا أنني نحوله على شكل فيديو. دل الآن باش نحوله على شكل فيديو، شوفوا معي الطريقة. تبعوا معي. أول حاجة غادي نمشي الفيشي. نبرك على الفيشي. غادي نجي انغوجيستري اي انفويي، نبرك عليها. غادي ندير هنايا دونك هنا تيب دو فيشي، غادي نجي هنايا كريي اون فيديو، كريي اون فيديو. هنايا غادي نخلي كاليتي اتش دي باش تجي كاليتي ديال الفيديو مزيانه. اوتيليزي لو مينوتاج اي لي ناراسيون انغوجيستري، غادي نخليوها هي هي. نجي هنايا كريي لا فيديو، كريي لا فيديو، غادي يعطيني فين بغيت ندخل هاد لا فيديو. نجي هنايا بيرو دير انغوجيستري، ملي غنبريك انغوجيستري غادي يبدا يتحول لي الى فيديو. غادي تجي لي هنايا، لاحظوا ها هي، هو بدا كيتحول الى فيديو، كرياسيون دو لا فيديو. داكوغ، اذا الان غادي نوقف حتى يكمل لا كرياسيون دو لا فيديو. داكوغ، اذا كما كتلاحظوا هو قرب يتسالي. سينو شوية، ها هو دخل، نخرج، نمشي للبيرو، ها هو البيرو، ها هو الفيديو ديالنا واجد، دخلوا ليه. Bonjour chers élèves، aujourd'hui je vais vous présenter une leçon de la grammaire s'intitule sur la cause. Pour présenter cette leçon, je vais vous proposer quelques phrases. Donc phrase A et phrase B. Je vais vous lire, suivez avec moi. يونس عنده انفكسيون، هذا السلايد الثاني. هكا، اذا هكا كنكون كملت، كنكون شرحت لكم الطريقه. دونك الطريقه سهله جدا. اول حاجه قلنا كندخلوا للباوربوينت، كنمشي للدياغراما،
enregistrer le diaporama, كنمشي لكومونسي لونغوجيسترومون، كندير ديماري لونغوجيسترومون باش نبدا، كنبدا نكومونتي كل سلايس وغادي نكومونت ندير له كومونتير ديالو. من بعد شنو كندير باش ندخلو على شكل فيديو؟ كنمشي لفيشيي انغوجيستري و انفويي، كريي اون فيديو، هادو كنخليهم بجوج بيهم هكاك، كندير كريي لا فيديو. كريي لا فيديو غادي يعطيني فين بغيت نحط هاد لا فيديو، وكندير انغوجيستري وكنساينو يدخل. مفهوم؟ دونك الطريقه سهله جدا، وهكا كنكون انتجت واحد المورد رقمي على شكل درس تربوي تعليمي باقل جهد، يعني فقط باستعمالي برنامج الباوربوينت، يعني ما غنستعمل لا بروغرامات لا والو. اذا كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. في الاخير اذكركم بالاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب ان عجبكم الفيديو وترك تعليق بسيط لتشجيع محتوى القناه. القاكم في فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.